السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قلب الحدث، من قاعة مصادر التعلم بمدرسة قاسم أمين الإعدادية، وفي الجولة الأخيرة من مسابقة أوائل الطلبة المرحلة الثانوية، ومعنا الأستاذ محمود البغدادي مدير التعليم الثانوي ومنسق عام المسابقة. عرفنا بنفسك يا أستاذ محمود. محمود أحمد صفوت البغدادي مدير التعليم الإعدادي ومنسق عام المسابقة. بداية بشكر حزب مستقبل الوطن على هذه المسابقة لعمل حراك تعليمي تربوي على أعلى مستوى، فعلا دخل كل بيت في مصر. لاحظنا من خلال التجربة بتاعتنا في جميع المجالس التربوية، طبعا احنا زرنا جميع المدارس التربوية التسعة، كل مجلس قروي أبرز عن مدرسة ابتدائي ومدرسة اعدادي، وعملوا التصفيات امبارح واول امبارح. اول امبارح فازت مدرسة التسويق الخاصة بالمرحلة الابتدائية، وامبارح فازت منهار الاعدادية بالمرحلة الاعدادية، والنهاردة بتتم فعالية للتعليم الثانوي. يا استاذ محمود، في الاجواء التعليمية الان من قلب الحدث، ما رأيك الشخصي في تجربة اوائل مسابقة اوائل الطلبة؟ طبعا تجربة جميلة وعملت حراك تعليم تربوي، أولادنا عم اتصلوا ببعض، عرفوا معارف جديدة، عرفوا أسئلة نوعيات جديدة، اهتموا والبيت اهتم بالطلبة، لأن فترة الركود في المرحلة اللي فاتت نظرا لجائحة كورونا عملت كسل شوية عند الأولاد. فجات المسابقة دي بصراحة عملت حراك، ومن ضمن الحراك ده فعالياته ان هو يعرف المشروعات القومية اللي جاي من جهة الدولة. هي بسم الله ما شاء الله، يعني احنا كمعلمين او قائمين على المسابقة لما اتعرضت علينا فيديوهات المشروعات القومية في حاجات كثيرة كنا ما نعرفهاش، احنا كمعلمين وناس كتير عرفناها وانبهرنا بيها وانبهرنا ببلدنا واللي وصلت. الطلبة والتلاميذ ابتدائي واعدادي وثانوي خدوا فكرة تامة عن المشروعات اللي جاب بها سيادة الرئيس والدولة بتقوم بيها، واخرها اللي احنا فيها حياة كريمة في مركز الحصاص. حاجة بسم الله ما شاء الله، نتمنى الدوام الفخر ابتدائي. شكرا جزيلا للمجهود، وان شاء الله في فعاليات ومسابقات اخرى ان شاء الله بالتعاون مع حزب مستقبل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في قلب الحدث ومن موقع الحدث من قاعة مصادر التعلم بمدرسة قاسم أمين الإعدادية، وفي خضم مسابقة أوائل الطلبة بالتعاون مع مستقبل مع حزب مستقبل الوطن بأبو القواص. ومعنا الأستاذ محمد أبو الفتوح منسق عام المركز والمشرف العام على مسابقة أوائل الطلبة. يعرفني بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أبو الفتوح، مشرف عام على حزب مستقبل الوطن، المنسق العام للمسابقة الدولية أوائل الطلبة في مركز القدس. سؤال، هو ده كومبيشن ولا لا؟ لا لا، ما فيش مشكلة، أنا في المنطقة. السؤال بقى، أخش بالسؤال. يا أستاذ محمد، ما رأيك الشخصي في مسابقة أوائل الطلبة بالتعاون مع حزب مستقبل الوطن في القدس؟ في البداية احنا بنحب نوجه الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي العملية التعليمية في مصر، كان ليه الفضل الكبير بالتعاون مع حزب مستقبل الوطن في بخصوص مسابقة أوائل الطلبة. المسابقة دي بصراحة عملت حراك تعليمي في مركز أبو القاص. طبعا ما يخفيش عن حد ان احنا كلنا شفنا الحراك في العملية التعليمية وفي المدارس، وبالنسبة للطلبة كله كان متحمس ان هو يشارك، كله كان متحمس ان هو ياخد مراكز، والحمد لله فضل ربنا قدرنا نوصل رغبة الحزب، قدرنا نوصل للطلبة الهدف والمضمون من المسابقة. يا أستاذ محمد، الآن في مسابقة أوائل الطلبة، ومرت هذه المسابقة بمراحل متعددة، فكان هناك آليات معينة قامت على أساسها مسابقة أوائل الطلبة، إيه هي حقيقة الآليات؟ أولاً كان الهدف من المسابقة إن إحنا نشارك بأكبر قدر ممكن من الطلبة،
كان الهدف من المسابقه ان كل الوحدات الحزبيه اللي موجوده في كل القرى وكل المدارس اللي في مركز ابو غاص تشارك في العمليه التعليميه في المسابقه الخاصه بالعمليه التعليميه. عندنا اغلب المدارس بل كل مدارس المراحل الابتدائيه شاركت، المراحل الاعداديه شاركت، المراحل الثانويه شاركت. ده الهدف الاساسي من المسابقه، ان كله يبقى فيه حراك تعليمي في المركز. بفضل ربنا ده كله تم باذن الله. باذن الله كل دوت هيتكلم بالنجاح في الاخر لما يصعد حد من ابو غاص هنا على مستوى المراحل التعليميه الابتدائي والاعدادي والثانوي ويمثل مركز ابو غاص وتبقى واجهه حضاريه لينا في المحافظه باذن الله. من موقع الحدث نشكر الاستاذ محمد ابو فتوح المنسق العام لحزب مستقبل الوطن ابو غاص، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واستكمالا للحديث عن مسابقة أوائل الطلبة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن أبو القاص، معنا الأستاذ علي سيد مدير التعليم الثانوي بإدارة أبو القاص التعليمية. عرفنا بنفسك يا أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. علي سيد أحمد مدير التعليم الثانوي العام بإدارة أبو القاص التعليمية. يا أستاذ علي، نحن الآن في خضم مسابقة أوائل الطلبة، ممكن حضرتك تقول لنا رأيك الشخصي في تجربة مسابقة أوائل الطلبة بالتعاون مع حزب مستقبل الوطن بأبو القاص؟ أولا بصراحة التجربة ممتازة جدا وطيبة، استفاد منها كل الطلاب والعاملين برعاية السيد المهندس وكيل الوزارة محمد فؤاد الرشيدي والفاضل حسام عبد العزيز مدير الإدارة التعليمية. طبعا احنا عملنا استعدادات كثيره بالتنسيق مع حزب مستقبل الوطن، كان عندنا اجتماعات مع السيد وكيل الوزاره وكان عندنا اجتماعات مع قيادات حزب مستقبل الوطن الاستاذ محمد ابو الفتوح المنسق العام ورئيس اللجنه التنظيميه ورفاقه الكرام. ايضا كان في اجتماعات لينا مع الساده مديري المدارس ومع المشاركين على اساس ان احنا بنحط اليات العمل. الحمد لله النهارده كان التعليم الثانوي، القطار وصل للمحطه الاخيره في المرحله الثانيه، والحمد لله كان عندنا 6 مدارس النهارده بتتسابق. كان حضراتكم شفتم من اجمل وافضل المسابقات تنظيما وتخطيطا، كل الناس اشادت بهذا العمل الرائع والانجاز الكبير. لا شك ان هذه المبادره والفكره جيده وممتازه، ونشكر كل من ساهم وشارك في هذا العرس الطيب وهذا الحدث الكبير. يا استاذ علي، اتسمت مسابقه اوائل الطلبه بالوضوح والشفافيه وعداله في التصحيح، رد حضرتك ايه على الكلام ده؟ يعني حضرتك اتكلمت بوضوح تام، في عداله، في شفافيه، في مصداقيه، في حياديه تامه في التصحيح، وحضراتكم شفتوا ان الموجهين بيصححوا الماده بدقه متناهيه. وبعدين حضرتك احنا اشتغلنا بتعليمات النظام الحديث في الثانويه العامه البابل شيت، والسؤال لا يحتمل اجابته لا تحتمل معنيين، هي اجابه واحده. ورغم كده السيد الموجه الاول كان بيراجع بنفسه وتاكد، لان احنا حطينا في اعتبارنا لازم المسابقه دي تطلع باجمل وافضل شكل على مستوى الاداره. شكرا جزيلا استاذ علي. ومعنا الاستاذ احمد عبد العلي، احمد محمد عبد العليم، موجه اول الدراسات الاجتماعيه بابو القاص، واحد المشرفين على مسابقه اوائل الطلبه. عرفنا بنفسك يا استاذ احمد. احمد محمد عبد العليم، موجه اول الدراسات باداره ابو القاص التعليميه. يا استاذ احمد، ايه راي حضرتك الشخصي في تجربه مسابقه اوائل الطلبه؟ والله التجربة دي تعتبر تجربة فريدة جدا ومميزة. أنا بشكر أولا رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وراء هذه المسابقة، اللي هو إدى الإشارة إشارة البدء لهذه المسابقة، وبشكر رئيس الوزراء طبعا، وبشكر السيد الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبشكر وكيل الوزارة بالمديرية، بشكر مدير الإدارة بالتربية والتعليم، بشكر شكر جزيل جدا لحزب مستقبل الوطن اللي هو قدر يجمع الناس كلها دي، قدر يجمع كل الطوائف، قدر يجمع العدد الكبير دوت ابتدائي اعدادي ثانوي،
وبشكره جدا ان هو قدر يوصل للبروتوكول اللي هو عمله مع وزاره التربيه والتعليم. بشكر كل اعضاء الحزب بالاداره، بشكر كل اعضاء الحزب بالمديريه، بشكر اعضاء الحزب على مستوى الجمهوريه. بالفعل استطاع ان هو يجمع كل الشعب المصري وراء هدف واحد اللي هو حب مصر وتحيا مصر. يا استاذ احمد، ظهر في التصحيح الوضوح والشفافيه، راي حضرتك ايه في موضوع التصحيح؟ والله بالنسبه للتصحيح تم بكل حياديه، احنا كمشرفين ما يهمناش مين اللي يطلع، فكل ابنائنا ابتدائي اعدادي ثانوي كلهم واحد. التصحيح تم بشفافيه كبيره جدا، كان في اولا باركود على ورقه الاجابه، فمش هتعرف دي مدرسه ايه، وبتصحح بكل حياديه. الاول بيتم التصحيح الاول للموجهين، ثم بعد كده بيقوم بمراجعه التصحيح الموجه الاول بكل دقه وبكل شفافيه، بعد كده بيسلم الاوراق للسيد المسؤول اللي هو مدير المرحله سواء ابتدائي او اعدادي او ثانوي. شكرا جزيلا استاذ احمد. أنا بشكر طبعا المعدين للبرنامج، وبشكر تاني مرة تانية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر المعد المخرج خالد الغزالي، وبخرج الأستاذ علاء سليمان على هذا اللقاء المشرف، وشكرا جزيلا وتحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر. استكمالا لمسابقة أوائل الطلبة، معنا الأستاذة حسناء محمود، موجه أول اللغة العربية بإدارة المؤسسة التعليمية. عرفينا بنفسك أستاذة حسناء. حسناء محمود عبد العزيز، موجه أول اللغة العربية بإدارة المؤسسة التعليمية. رأي حضرتك إيه يا أستاذة حسناء في مسابقة أوائل الطلبة؟ مسابقة أوائل الطلبة تعتبر من المسابقات التي تساعد الطلاب على الاهتمام بالعمل على المذاكرة والاستذكار والمنافسة، والمنافسة طبعا تساعد الطلاب على الاهتمام بالمواد الثقافية. يا أستاذة حسناء، اتسمت مسابقة أوائل الطلبة بالوضوح والشفافية والعدالة في التصحيح، رأي حضرتك كيف الكلام؟ فعلا دي كانت أهم حاجة في الصفات بتاعتها، إن هي تتسم بالوضوح والشفافية، لأني أولا إحنا بنصحح بناء على بركود أو رقم سري موجود، ما بنعرفش ابدا اسم المدرسه اللي موجوده اللي احنا بنصحح ليها الدرجات. شكرا جزيلا يا استاذ حسن.